السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير يا متابعين. اليوم متواجدين في منطقة بوستيبا في مجمع فخم زي ما انتم شايفين، مجمع اسمه كريستال بار. مجمع عبارة عن 5 بنايات، كل بناية عبارة عن 10 طوابق، وفي كل دور 3 شقق. المجمع فيه خدمات حلوة من جلسات عائلية وملاعب للأطفال زي ما انتم شايفين، وعندنا ملاعب رياضية بالإضافة إلى المواقف للسيارات، مواقف مفتوحة، وعندنا المساحات الخضراء المتواجدة في كل مكان حوالين البنايات. الشقة اللي بنصورها لكم في البلوك أمامكم شقة 4 غرف صالون مساحة 220 متر مربع. تفضلوا معنا نشوف الإطلالة في الشقة ومساحات الغرف. وصلنا الدور 10، زي ما انتم شايفين موجود مصعدين في كل بناية، وموجود 3 شقق في كل بناية، في الدور قصدي، شقة شرقية وشقة غربية وشقة وسطية. الشقة اللي بنصورها مع بعض شقة 4 غرف صالة بمساحة 220 متر مربع. أول ما ندخل زي ما انتم شايفين باب الشقة من هنا، عندنا يسارنا دواليب خاصة بالأحذية والعبايات جاهزة وراكبة، منظر أنيق. وزي ما انتم شايفين التدفئة المركزية في كل شقة. يسارنا على طول نتوجه إلى الصالة. زي ما انتم شايفين مساحة الصالة كبيرة وشرحة، نقدر نقول 30 متر مربع، يعني 5 × 6. وعندنا ورق الجدران الفاخر موجود في جزء من الغرفة، يعني حاطها في جدار واحد، وأيضا ديكورات سقفية بإنارة ليد مخفية، شيء جميل ورائع. والواجهة الأمامية زي ما انتم شايفين واجهة على البحر مباشرة. نتوجه إلى البلكونة. البلكونة كبيرة تقريبا بمساحة غرفة، نقدر نقول 3 × 3 مساحتها. البلكونة هذه مشتركة بين الصالة والمطبخ، ومزودة أيضا بالزجاج المتحرك. وإطلالة الصالة، إطلالة البلكونة قصدي، على البحر مباشرة. موقع المجمع في منطقة بوستيبا اللي هو قريب من الميدان، يعني المسافة بين الموقع والميدان تقريبا 5 دقائق. توجه إلى المطبخ. عندنا المنطقة هذه منطقة سفرة، نقدر نحط فيها طاولة سفرة، ودواليب المطبخ راكبة وجاهزة كلها بنظام هيدروليك الدرف، ونوعية الرخام اللي موجود والإكساء في دواليب المطبخ شيء جيد. مسوين برضو ديكورات سقفية وسبوتلايتات، يعني شقة راقية. نطلع من المطبخ نتوجه إلى الغرفة الأولى. هذه الغرفة الأولى مساحتها تقريبا 4 × 3، وارضيتها باركيه. نطلع من الغرفة الأولى نتوجه هنا إلى الحمام الأول وأنتم بكرامة. بجوارها الحمام الرئيسي التابع للشقة، فيها مروش وكلوزيت ومغسلة. مقابلها عندنا الغرفة الثانية. الغرفة الثانية أصغر من الغرفة الأولى بشوي، تقريبا 3.5 × 3.5 الغرفة هذه. عندنا هنا الغرفة الثالثة. الغرفة الثالثة زي الغرفة الثانية مساحتها تقريبا 3.5 × 3، ولها بلكونة خلفية إطلالتها على الجهة الخلفية للمجمع، والبلكونة مزودة بالزجاج المتحرك، ولها إطلالة جزئية على البحر.
نطلع هنا أخيرا وليس آخرا على غرفة الماستر، غرفة النوم الرئيسية. غرفة النوم الرئيسية مساحتها جيدة وديكورات سقفية مزودة ما شاء الله تبارك الله، وفي هنا منطقة خاصة بالدريسنج روم، غرفة تغيير الملابس، نقدر نحط دواليب خاصة بالملابس في المنطقة هذه، ومنها إلى دورة المياه التابعة لغرفة الماستر، دورة مياه متكاملة من مروش وكلوزت ومغسلة. زي ما قلت لكم مجمع كريستال في منطقة بوستيفا، شقة 4 غرف صالة مساحة 220 متر مربع. لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.